صنعاء تكشف المسؤول عن محاولة اغتيال رئيس المحكمة التجارية. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. كشفت صنعاء اليوم المسؤول الأول والمباشر في محاولة اغتيال رئيس المحكمة التجارية مؤكدا فشل مخططه. وحمل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مسؤولية محاولة اغتيال فضيلة القاضي خالد الأثوري رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة لأمريكا ودول تحالفها السعودي الإماراتي، مؤكدا أن الحادثة أتت بعد تهديدات من قيادات العمليات العسكرية لدول العدوان. وحث عضو السياسي الأعلى أجهزة الأمن إلى اليقظة الكبيرة تجاه مخطط دول العدوان الذي يعمل على استهداف الأمن وإقلاق السكينة وإثارة الفوضى بوسائل متعددة. وكما دعا أبناء الشعب اليمني لليقظة بفهم ألاعيبهم وعدم السماح لأي كان الإنجرار وراء مخططاتهم الإجرامية والتعاون مع الأمن كما عهدناهم سابقاً. وخاطب العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وحلفائه بالقول كل ما ترومون القيام به وتخططون له فاشل بإذن الله، وكما كنتم ضعافا خلال السنوات السابقة فأنتم اليوم أضعف والشعب أقوى وأصلب وأكثر وعيا بمؤامراتكم وهو المنتصر بإذن الله. وعبر عن أمله للقاضي الجريح الشفاء العاجل ولكل جرح الشعب اليماني والرحمة والخلود للشهداء والأعزاء للخونة.